تغيرت بس المفروض توزيع توزيع اتفقوا مع شركة الشركة دي المفروض انها تسوي عملية فرز الشركة دي تسوي شيء ثاني تاخذ الباسكت كلها ملونة تاخذها بيجي العامل الهندي ياخذها ويحطها فين؟ في السيارة سوا تمام؟ وياخذها ويديها المحرقة ويحطها سوا الحركة كلها سوا سواء كان كيماوية سواء كان مسطرة أو غيرها مما أدى لوجود شيء ارتفاع نسبة الوباء اللي حاصل فين؟ البلد وبدأ يسألوا سؤال هم ليش تحصل الفيروسات؟ ليش المشكلة؟ هم عارفين ايش المشكلة؟ أثاري هم اللي جالسين يسبوهم ما يعرفون ايش اللي حاصل فبدأوا يشكروا فريق عمل هم لا شعروا بالمشكلة دي بدأوا يستحقوا البروبلم ده في الميديكال After one, So this is the problem. ما يصلح يعني لازم يعالج طبعا. هم لما جابوا الشركة الشركة دي ما تسوي زي كذا الشركة وقعت خلاف لكن في الأخير سوى الشركة اتفقوا مع واحد عامل. الشركة برميها بس ولما تلتمي هناك طبعا محرقة حق البلدية تحرم بشكل عام بالتالي صارت مشكلة. كون عرفوا اكتشفوا المشكلة دي بدأوا يشكرون بها سووا أول شيء فريق عمل مستعد أطباء وناس إداريين هذا فريق العمل بعدين الفريق ده راح سوى الشيء ده بدأ الفريق ده يتبعون. كيف تتم عملية معالجة مشاكل؟ بعدين بدأوا هم الآن يفهمون هذه المشكلة، بدأوا يفهمونها أكثر، حددوا إيش النقاط اللي يكونوا يسوونها، غيروا البروسيس نفسه، هذا البروسيس السابق اللي كانوا يشتغلوا عليه. القديم، حددوا البروسيس ده إيش المشكلة اللي فيه كانت، بعدين بدأوا حددوا الآن النقاط اللي كانت باريتو 70 20 80 إيش النقاط اللي سببت المشكلة، بدأوا يضعون خطة حقهم.